الحرفوش عادل إمام وضحكة مصر، كتابين رصد خلالهم الكاتب الصحفي أيمن الحكيم سيرة استمرت لستين سنة كان خلالها عادل إمام زعيم الكوميديا بلا منازع. خلينا نتعرف عن قصص وحكايات الزعيم من الكاتب أيمن الحكيم. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا، صباح النور استاذ محمد، استاذ منا، ويعني بنقول للزعيم كل سنه وهو طيب. الاستاذ عادل امام ربنا يديله الصحه وطول العمر يا رب. احنا عايزين نعرف ايه اكبر سبب كان يعني ورا كتابه مؤلفاتك عن الزعيم عادل امام. والله انا كنت محظوظ وانا يعني لسه في بدايه عمل الصحفي، كنت تلميذ استاذنا ربنا يرحمه الاستاذ الصحفي الكبير الاستاذ رجاء النقاش. استاذ رجاء النقاش كان يعني من الكتاب الكبار، وكان رئيس تحرير الكواكب، وكان يعني الحقيقه كان ليا حظ ان هو متبنيني، وكان اقرب اصدقاء الاستاذ عادل امام. فكان كل ليله وانا صغير كده ياخدنا ونروح نسهر مع الاستاذ عادل، فبقت صداقه الحقيقه، ويعني الحقيقه صداقه ممتده. وبحكم يعني علاقتي بالاستاذ عادل يعني اتاح لي اعمل معاه سلسله حوارات طويله، وسافرت معاه، والحقيقه يعني كنت معتز بهذه الصداقه اللي تحولت لكتابين. اولهم كان ضحكه مصر، والحقيقه هو اللي اختارني اعمل هذا الكتاب لانه كان تكريم لي في المهرجان القومي للسينما سنه 2006. جميل. ايام الاستاذ علي ابو شاهد ربنا يرحمه، والاستاذ عادل قال له لو هتعمل كتاب هتعمله كتاب فلان اللي يعمله. فالحقيقه يعني شرفني بالكتاب ده، وبعدين الحقيقه قلت لا، الكتاب ما ينفعش سيره الاستاذ عادل تتحمل كتب الحقيقه. صحيح. فعملت الحرفوش، وده جزء اول كمان، ان شاء الله نكمل الجزء الثاني يعني. جميل. طب استاذ ايمن، لو تحكي لنا، طبعا صعب جدا تحكي يعني محتوى الكتابين، لكن ايه ابرز المواقف او ابرز الفصول في الكتاب ده اللي انت حسيت انك قربت فيها اكتر من عادل امام الانسان والفنان، وفوجئت انها بتقدم جانب جديد في شخصيته؟ بص، الاستاذ عادل امام ده الحقيقه يعني انا بسميه اسطوره تمشي على الارض. يعني الحقيقه يعني اجمل اوقات الاستاذ عادل اللي هو بيحكي لك عن ايامه او سنوات اللي عاشها في الحلميه. جميل. الحلميه ده الحي الشعبي الجميل اللي هو يعني اتربى فيه ونشا، وكان يعني يحكي لك تفاصيل التفاصيل، يعني يحكي لك عن المدرسه اللي درس فيها بامبا قادن، يحكي لك عن قهوة عكاشة اللي كان بيقعد فيها، يحكي لك عن الأستاذ مسعود. ده مسعود ده على فكرة ده أول حد اكتشف عادل إمام، ده كان مدرس إنجليزي بتاعه في المدرسة. جميل. وكان لما بيقوم يقرا القطعة اللي هي الإنشاء فكان بيمثلها بطريقة كوميدية، فقال له يا ابني أنت هتبقى ممثل عظيم يعني. فده كان أول حد الحقيقة يعني تنبأ بموهبته. يحكي لك عن عاطف بسيوني، ده زميله في المدرسه الثانوي اللي خده وداه الحزب الشيوعي المصري، حزب العمال والفلاحين، وكان رايح هو لا يفهم في السياسه ولا حاجه، هو تلميذ لسه، فرايح عشان هو عارف ان هم بيدوا اسماء حركيه للاعضاء الجدد، يعني مثلا ايه ابو مروان، ابو ما اعرفش ايه، حتى عشان كده الاستاذ عادل كان يحب قوي اسمه ابو رامي. ابو رامي كان الاسماء الحركيه دي. فهم لما راح الحزب قالوا له انت الرفيق عادل، فزعل فساب الحزب. فكان عنده حكايات الحقيقه من اجمل ما يمكن الحقيقه. يحكي لك عن فتره كليه الزراعه، ان هو كان راح كليه الزراعه وحبها عشان كان فيها مسرح. وعايز اقول لك كان رئيس فريق تمثيل في كليه الزراعه. صحيح. كان اسمه زكي جمعه. وكان دفعته كمان اظن صلاح السعداني وحاكم الشارقه السلطان القاسمي، كان دفعه عادل امام في كليه الزراعه. صحيح، بس الاستاذ صلاح السعداني ربنا يرحمه كان اصغر منه يعني بدفعه. واحد من المفارقات اللطيفة جدا المليانة بالكوميديا. صحيح. كعادة الزعيم عادل إمام. كل الشكر ليك الكاتب أيمن الحكيم، شكرا جزيلا للمواقف الطريفة اللي انت حكيتها لنا.